فنان الثورة وملك الأغنية الوطنية حسين منذر قائد فرقة العاشقين شيع جثمانه اليوم بالعاصمة السورية دمشق بين أبنائه وحضورا رسميا وشعبي من أبناء شعبنا. كأب هو أب وفنان عظيم، يعني فنان كبير، قدم كثير للوطن وقدم كثير بالتضحيات وما زال والآخر نفس. يعني حتى أنا كنت في المشفى عنده امبارح، فقال لي وصاني يعني بيقول لي انه ضل مكفي المسيره. نحن بنشكر الرئاسه الفلسطينيه على دعمها وعلى سؤالها وعلى تواصلها وعلى متابعتها، وبنشكر وزير الاعلام الفلسطيني على جهوده، وبنقدم تحيه للشعب الجبارين، الشعب الفلسطيني، الشعب الحر. عندما ينهيها الرئيس محمود عباس، يعني هذا هو يؤكد الرئيس محمود عباس بانه هذا هو فنان كبير، مناضل كبير خسرناه، يعني نتمنى له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، وأيضا ستبقى ذكرى دائمة لأنه أغانيه دائمة، أغانيه دائمة التي ترفع الروح المعنوية لدى شعبنا الفلسطيني. رصيد الرجل الذي يمتلك أكثر من 300 أغنية وطنية واكبت كل محطات الثورة من أفراح ومآسي، حيث عبر الحاضرون عن أسفهم لفقدان هذه القامة الوطنية. برحيل حسين منذر أبو علي تفقد فلسطين قامة فنية كبرى، فهو الذي يعني طالما استمع له الفلسطينيين في كل مكان وطالما حلموا معه بالعودة، فحسين منذر هو رائد الأغنية الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفلسطينيين التي ما زالت تحلم بالعودة لفلسطين. كان أب لكل أعضاء الفرقة، فيعني حقيقة يعني بكائي عليه بحرقة كتير كبيرة. تخسر فلسطين قامة وطنية فنية كبيرة بحجم الراحل حسين منذر، الرجل الذي كان يوصي أولاده وهو على فراش الموت بالوطن والقضية. ملك الأغنية الوطنية والشخص الذي نقل صورة فلسطين من خلال صوته بأكثر من 300 أغنية وطنية، حسين منذر الرجل الذي ترك إرثا كبيرا لا يمحى رغم وفاة الرجل. تودع فلسطين اليوم قامة وطنية فنية كبيرة. من العاصمة السورية دمشق، مصطفى رضوان، تلفزيون فلسطين.